العشريه وال15 سنه وال20 سنه جايين كي راك الجمهور قاعد تبني في حاجه صحيحه حتى كان ما تهزش القابة يمشي معك لانه يعرفك قاعد تخدم في العمق وقاعد تخدم بضمير. نحى لكم هالضغوطات نتاع الالقاب واحد نحب انا ماذا بيا ككلوبيس نحب نلعب على القاب بيان سور وقدرنا الدفريق انه يلعب على القاب ولكن لابد من الأهم ألا وهو اللي تكلمت عليه توا لابد من تغيير مشاكل النادي الإفريقي هي مشاكل تسييرية بالأساس العشر سنوات الأخيرة هي مشاكلنا التسييرية وبالتالي على عبد السلام الموسي والهيئة المديرة نتاعو رانا معاكم رانا مدعميكم رانا وراكم ورغم اختلافنا معاكم لأنه موسم باش نجمعوا فيه الكلوبستية الكل وبلاش باش نتفرق واضح جدا آراء مختلفة وزوايا ممتازة جدا وحسام الحاج علي مئوية النادي الإفريقي شنو لازم تكون أهداف بالنسبة لمئوية النادي الإفريقي الجمهور متعطش للألقاب موافق سمير في رأيه أنه مش بالضرورة مئوية يعني الألقاب ثم أهم من الألقاب لكن ديما تصير ما تنجمش تمنع محب النادي الإفريقي أنه ما يعملش المقارنة مع الترجي يقول لك الترجي في مئوية هزت الشامبيونز ليج أنا لازمني سينو مئوية تتعدى في هك الهاجس هذاك هل هو مفهوم ومنطقي بالنسبه لمحب النادي الافريقي؟ اكيد جواندر لوتيل الاجريابل وانا قلت قبيله قلت لك في المئويه اول شيء خلصوا ديوننا صفيوا الوضعيات المتخلده حتى تبني على قاعده صحيحه ثم تقد البارك نتاعك اللي هو دارك اللي هو يستقبل الجماهير اللي هو تفتخر به انت لما يجيك ضيف ماذا بيا يلقى دارك تبدا مزيانه ومقدوده وفي حاله باهيه، علاش الكلوب كل مره يترينوا في بلاصه، كل مره يترينوا في زويتن، مره يترينوا في لانكس، مره يترينوا في راتس، يرجعوا يترينوا في البارك في وضعيه وفي ظروف باهيه. تعمل استراتيجيه، تعمل بلون دو ترافاي اكور تيرم، اموين تيرم، الون تيرم. اليوم الباز نتاع النادي الافريقي شنو هو سمير؟ هو الشبان نتاعك، وفر لهم ظروف باهيه نتاع تمارين، حسن لهم وضعيه نتاعهم لان وقتاش هزينا تيتروات سمير؟ وقت اللي الكلوب لعبت بولادها، وقت اللي تكوننا على قاعده صحيحه، هذوك الساس تاع الكلوب اوكي تجيب ريكروتمون واحد اثنين ثلاثه يقويوا لك الجمعيه، لكن الباز نتاع الكلوب ونتاع الفرق الكبرى هي اولادك، تحضر جينيراسيون باهيه، كيفاش باش تحضر لهم؟ توفر لهم ظروف باهيه، ظروف نتاع خدمه. شنو اهم المحاور اللي لازم يركز عليها عبد السلام اليونسي؟ شنو هو لازم؟ اول شيء تخلص ديونك، تقد البارك نتاعك، تحسن الوضعيه نتاع مركز التكوين والفئات السنيه وفي نفس الوقت علاش لا؟ قاعد يجيب في ريكروتمون ولا قاعد يخدم؟ جيب دي ريكروتمون سيبلي دي جوار دو كاليتي دي جوار دو فالور تزيدهم الليكيب نتاعك تنجم تحسن البارك تخلص ديورك وفي نفس الوقت من حق الجماهير انها تلعب على الالقاب وقادر انك تلعب على الالقاب لان صراحه سمير احنا شاهدنا الكلوب الكل في تونس شاهدنا الاسبيرونس مثلا فان سيزون شاهدنا ليتوال شاهدنا سي اس اس ماهمش هاربين على الكلوب برشا فنيا معناها كي تعمل انت ريكروتمون باهي وتعمل تخلص جواريتك ويكونوا مونتالمون يخموا كان في الكوره تنجم تنافس على الالقاب اما في نفس الوقت ما تنافسش على الالقاب السنة ويجي عام الجاي سواء عبد السلام اليونسي ولا بعد ثلاث اربع سنين يجي رئيس اخر يلقى الجمعيه غارقه ويلقى جواريت مش خالصين وجواريت شاكين انت نعرف ان نتفهم عبد السلام اليونسي كرئيس جمعيه يحب في وقته هو نهز تيتروات لكن راهو عندك رساله وعندك جمعيه وناس تحتك يلزمك تخلي جمعيه في وضعيه باهيه سيفيري برشا تكاليف وبرشا مصاريف لكن قادر بين بون جيستيون تريق الامور الكل وترجع الكلوب في المكانه اللي يلزمها تكون ديما فيه. كابتن هل قادر يحرز النادي الافريقي على الالقاب موسم السنه بعيدا عن الاوهام واللغه الخشبيه النادي الافريقي قادر في الموسم الجديد يهز لقب ولا اثنين لما لا؟ والله كلهم الاربعه قادرين ولكن انا نرجع انا بنحب نعطي اونفيرغور لو سونتينير نتاع النادي الافريقي مش كره مش تيرا خاطر للمستقبل ماذا ستبني للمستقبل شكو لوليداتك للافريقي تعاود الافريقي تعيش لاش دور اللي عاشته كيفاش نعاود هذا العصر الذهبي ولكن العصر الذهبي من زاويه اخرى من تخطيط من بنيه تحتيه من خلق موارد ذاتية وقارة هاو اللي به الفايدة كيفاش يلزمكم تفكروا توا في خلق موارد ذاتية وقارة بور افوار فوتر انديبوندونس الحوكمة الرشيدة ولو كلمة شعبوية ما نحبهاش لا غوفرنمون في الزوري خير توا دي سبونسور فهمتي لا 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 25 مليار ووعود اخرين سبونسور ظرفي انا قلت لك قارة قارة أنا كنت فرش في الأهلي شو اللي عملوا ثلاثة شركات شيء غريب يعني آلاف المليارات شو تدخل عليهم ناس تخمم ولكن أنا أتمنى أنا أتمنى أن القطب الرياضي يمشي في شيرة
وان باراليل عندك القطب الاستراتيجي اللي باش يعمل النادي الافريقي نتاع 2030 و2040. ما معنى هذا؟ معنى يلزم القطب الاستراتيجي لا يتاثر بالنتائج الرياضيه، كل واحد يخدم وحده باستقلاليه تامه، خطان متوازيين، واحد يبني للافريقي المستقبل والاخر الكره وكذا وكذا. واتمنى معناه حاجه اخرى والله عندي انا نحب نسلم على خونا وصديقنا علي رتيمة المتخلق. اي وربي يشفيك يا علي، يا باهي في كل مناسبه تحضر، وانا من هنا بمناسبه المئويه نحييك يا علي على الاخلاق نتاعك وعلى الحضور في كل تظاهره يتلقاها علي. ربي فضلك لينا خونا علي من اساطير الكلوب. واضح جدا كابتن خالد حسين. خلينا نكمل معاك الدباء في مئوية النادي الافريقي سمير السليمي. حكينا من الجانبين الرياضي والاداري، حاليا ثم هيئه مديره بزوز اشخاص، الناس الكل معناتها استقالوا، فكان اليوم الشهير نتاع 10 جوان هذاك، ثم توا حاليا الرئيس ونائب الرئيس فقط. معناتها يظهر لي لازم خدمه دون سو سونس لا، يظهر لي ثم لازم تكثيف زاد الجهود وتفادي بما يسمى ما زاد التكامبين. قاعدين يحكيوا على التكامبين في سمير هكا ولا في النادي الافريقي، معناتها برشا كلام قاعد يتحكى على من يترصد المكان نتاع لسعد الدريدي، من يسعى لانه يكون ديريكتور سبورتيف، اسامي من هنا ومن هناك، الاخر يكلم الاخر يكذب، والحديث هذا محور الكواليس. وانت ما نعرفش كنت تاكد لي سمير. اي لا صحيح موجود، وانا علاش قلت في المداخله نتاعي قبيله شويه، قلنا مع اختلافنا مع عبد السلام صاحبنا اخونا، لكن توا في موسم هذا بالذات باش نكونوا معاه رغم اختلافاتنا، وبالتالي هو مطالب كذلك بتصحيح الاخطاء نتاعو اللي قام بها في السنتين الاخرانيين. عبد السلام راهو يعرف الكلوب مليح، وولد النادي الافريقي ويحب الكلوب، وصرف برشا فلوس على الكلوب، وخسر صحته وخسر عائلته وقاعد يجاهد، هذا كله نعرفوه. لكن كذلك عبد السلام نيوسي ليس فوق النقد، يلزم نكلموا شيء هذا. احنا توا يلزمنا نلموا احنا الناس الكل وندعموا الهيئه المديره بتاعنا اللي هي كذلك مطالبه انها تدعم نفسها. فبالتالي عليه حسن الاختيار، الناس اللي تعاونوا وتقف معاه، كذلك لابد على انه كما قال الكابتن كلامه معقول وصحيح، انه الموسم المئوي لابد انه تكون لجنه متفرغه للشيء هذايا، متفرغه بعيده على الهيئه المديره، ومتفرغه لاحتلافات المئويه اللي مش تدوم عام كامل. مش مدوم اسبوع ولا اثنين ولا ثلاثه، مش مدوم عام كامل من خلال الموسم هذايا. يعني علاش قلت الالقاب راه مهمه صحيح، ولكن انا بحسب رايي راهي ثانويه، مهمه حب نهز الالقاب، لكن راهي ثانويه قياسا بالاستحقاقات يا كابتن اللي عندنا. عندنا ديون امتلتله صحيح، وعندنا اداره هشه، وما عندناش منظومه معلوماتيه، وما عندناش حديقه رياضيه وبنيه تحتيه. هذا هو الساس نتاع النادي الافريقي اللي باش تبنى للمستقبل اللي حكيت عليه 10 و20 سنه. اذا كان جا تيتر عندنا تيتر يا مرحبا، شكون ما يحبش هذايا، ولكن الاهم انه يكون التخطيط. يلزم عبد السلام يوسف يتاكد اللي راهو الكلوب ستيرا كل باختلاف انتماءاتهم، كل يحبوا النادي الافريقي والكل وراه باش يدعموه في الموسم هذايا، عليه ان يشمر ويخدم على روحه واحنا معاه اكثر الوقت. واضح جدا مع شين وسماسرة وكهو، وخاصة المتمع